لم يجد عبد الكريم سوى هذا المتنزه الغير بعيد عن بيته لمواصلة التدريبات، حفاظا على لياقته واستعدادا لخطف تأشيرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2021، وذلك بعد قرار غلق القاعات الرياضية خوفا من تفشي وباء كورونا. رياضة الفردية اسمها القتالية يكون فيها التحام بين المصارعين، وحنا دونك رانا في هذه الأزمة تاع الكورونا في الوباء هذا، تسمى امبوسيبل تكون عندك التحام مع تسمى اونتر بيرسون، ما تقدرش ما كاش كيفاش باسكو العدوى راهي داي تسمى تكون في هذا الالتحام. تسمى حنا ندير البوسيبل تاعي كيما قلت لك باش ما نحب سي كيفاش ما نحبش لونطريمون، نخلق تدريب تسمى كيما يقولوا في الفيزيك باش نغاردي الفيزيك تاعي. هذا البنو تسمى راهو دوكا الدين العالم كاع راهم يخدموا به، تسمى ماشي حاجه سبيسيال، بصح لي زيكزارسيس كل واحد وكيفاش يخدم به. تسمى دوك نتايا كيما نقولوا لي زيدي تاعك ولا على حسب الرياضه تاعك، تخلق اكزارسيس على حسب الرياضه تاعك، ولا بار اكزومبل نشوف لي زوتر شامبيون باش يخدموا به، نرفد عليه لي زيكزارسيس باش نسير الماكسيموم. قلت لك نعوض النقص تاع المصارعه اللي مانيش ندير فيها مع لي بارتنير تاعي. بطل إفريقيا في المصارعة الإغريقية الرومانية أكد أن عامل الصيام لا يؤثر على برنامجه التدريبي الذي سطره منذ بداية هذه الجائحة. التدريب في رمضان ما يحبسش، صرتوا مع الأزمة هادية في الحجر الصحي هادايا، ما عندنا مدة وحنا فيه، وحنا عندنا تحضيرات الألعاب الأولمبية ألعاب البحر المتوسط، تسمى لازم ما نحبسوش، نسيو الماكسيموم كيفاش نقارديو لافورم تاعنا مالغري في رمضان، سما نسي البوسيبل تاعي باش نكون توجور في سما نلحق البورسونتاج تاعي اللي نحوس عليه باش بعد الحجر الصحي ومون نلقى روحي في قلت لك في لي 40% تاعي في لي 30% ما وليتش زيرو. هذا ويعاني رياضي والنخبة من مشكل غلق قاعات التدريب، ما جعلهم يناشدون السلطات الوصية لإيجاد حل يمكنهم من مواصلة تحضيراتهم مع احترام التدابير الوقائية من هذا الفيروس.